بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي متميزين، نكمل درسنا بالفصل الخامس Chapter 5 Transport، ونكمل العوامل المؤثرة على نقل الماء من الجذور إلى الأوراق. The factors that affecting the transport of water from roots to the leaves. أخذنا بالدرس السابق capillarity، الصفة الشعرية أو الخاصية الشعرية، هي من العوامل المؤثرة في نقل الماء من الجذور إلى الأوراق، وعرفنا بأن أكو تناسب عكسي بين ارتفاع الماء مع ضيق أو سعة الأنبوب الشعري أو الجذر بهاي الحالة، الشعيرات الجذرية بهاي الحالة. وكذلك أخذنا من العوامل المؤثرة root pressure اللي هو جذر الضغط، الجذر اللي يكون أقل من ضغط المحيط لكي ينفذ الماء من المحيط إلى داخل الجذر. العامل المهم الثالث في نقل الماء هو transpiration and cohesion theory، يعني النتح ونظرية التماسك، cohesion التماسك. Transpiration and cohesion theory، العامل الثالث في نقل الماء من الجذور، transport the water from root to the leaves، إلى الأوراق أو أجزاء جسم النبات. The theory was originally proposed by Dixon and Julie 1894. أصل النظرية هاي، نظرية التماسك، مقترحة من ديكسون آند جولي في سنة 1894. هاي مهمة بالنسبة للفراغات، مهمة صح وخطأ أو سؤال عن العلماء اللي يبتكروا هاي النظرية أو اقترحوا. أوزموتيك بريشر، الضغط الأزموسي، إنكريز، يرتفع أو يزداد، both during water consumption and photosynthesis and transpiration at the leaves. يعني الضغط الأزموزي يزداد باستهلاك الماء، من خلال استهلاك الماء في عملية البناء الضوئي اللي هو يصير تحلل تبخر بالماء خلال عملية بناء الضوئي، يعتبر ناتج رئيس الماء بعملية بناء الضوئي، and transpiration ومن خلال عملية النتح at the leaves في الأوراق اللي أخذناها درس السابق. عملية فقدان هاي، فقدان الماء يزيد من الضغط الأزموزي، الضغط الأزموزي osmotic pressure. A force which pulls water upward is generated in the upper portion of the plant، يعني قوة سحب الماء للأعلى تتولد في الجزء العلوي من النبات، في الجزء العلوي من النبات راح يحدث فقدان للماء بواسطة الفوتوسينثيسيس، استهلاك الماء بواسطة الفوتوسينثيسيس، وفقدان للماء بواسطة النتح بالأوراق، فراح يحدث قوة ضغط تسحب الماء من الأسفل إلى الأعلى أبورد، وتتولد بجزء العلوي of the plant للنبات. This force is three times greater than atmospheric pressure، هاي القوة تعادل 30 مرة، هي أكبر أو أعظم من الضغط الجوي، لذلك تفسر شلون يصعد الماء في الأشجار العالي.
كمثال اللي أخذناه في الدرس السابق. هذا أحد العوامل في ارتفاع الماء، أحد العوامل في ارتفاع الماء. As a result, كنتيجة لذلك, leaf cells are always active in drawing water to the top of a plant. لذلك خلايا الأوراق دائما فعالة في سحب الماء to the top of a plant إلى الأعلى أو إلى أعلى النبات، دائما فعالة لأن تفقد ماء وتريد تعوض هذا الماء فتسحب، تسحب من الجذر إلى أعلى النبات ويحدث هذا النقل المتواصل. Consequently وبالتالي a water chain سلسلة الماء is formed between the roots and the leaves of a plant. وبالتالي سلسلة الماء راح تتشكل بين the roots بين الجذور والأوراق في النبات. سلسلة مستمرة الماء يعني ما توقف. The links of this chain روابط أو روابط هذه السلسلة are interconnected by an attractive force. روابط هذه السلسلة ترابط بواسطة القوة الجاذبة، ترابط بواسطة القوة الجاذبة. هاي مهمة، هي هاي النظرية تعتمد عليها، هاي القوة الجاذبة اللي شو يسمونها، يسمونها known as cohesion، قوة التماسك أو التماسك، اللي هي قوة التماسك واللي راح هسه نوضحها بعد أكثر بعد قليل. Thus وهكذا the water chain is continuous up، سلسلة الماء اللي ترتبط بين الجذور والأوراق راح is continuous up، continuous up تستمر through the plant without any break، تستمر بالنبات بدون أي توقف، بدون أي توقف. Water elevation is halted if air bubbles enter the vessels and the chain is broken. ارتفاع الماء راح يتوقف عندما هاي السلسلة يعني راح تنقطع. يمتى سلسلة الماء راح تنقطع؟ if air bubbles enter، عند دخول فقاعات الهواء في الأوعية and the chain is broken، وتكسر هذه السلسلة، وتكسر هذه السلسلة. هنا أكو سؤال مهم جدا، متى تتوقف هذه السلسلة؟ عن السريان تتوقف عند دخول air bubbles، فقاعات الهواء، فقاعات الهواء. Transpiration النتح is a prominent factor in maintaining the chain of water from the roots to the leaves. النتح هو عامل مهم أو عامل بارز في الحفاظ على هاي السلسلة، سلسلة الماء from the roots or to the leaves. ليش؟ لأن راح يفقد ماء، النتح هو عبارة عن فقدان ماء من الثغور من أوراق الأشجار، وراح يتعوض الماء فيسحب من الجذور، الماء من الجذور فتستمر السلسلة. فالنتح عامل مهم بالإضافة إلى التبخير evaporation، أيضا عامل مهم في استمرارية هذه السلسلة، سلسلة الماء water chain. For example in a tree، كمثال في الشجرة، transmit water molecules to a high of 100 meters or more، نقل الماء أو جزيئات الماء للعالي، كم يعني لأعلى شجرة، وهاي شجرة طولها أكثر من 100 متر أو أكثر. هنا هذا الشكل يوضح انتقال الماء، هاي تجربة بالمختبر توضح شلون ينتقل الماء من خلال الأنابيب هاي الشعرية. عندما يفقد الماء بواسطة النتح transpiration
الأوراق، فيجب أن يعوض من الماء هنا، فيرتفع إلى الأوراق ويعوض الماء المفقود من خلال النتح transpiration. هنا العامل المساعد على ارتفاع الماء الأنبوب الشعري هذا كبدري، الضغط الأزموزي، فرق الضغط بين الأوراق والمحيط الماء هنا أيضا يساعد على ارتفاع الماء، وكذلك هو عملية النتح نفسها تساعد على ارتفاع الماء. كذلك هنا عملية التبخر evaporation باسط مثلا عمليات photosynthesis أو عمليات أخرى أيضا يتم فقدان ماء، وأيضا راح يرتفع الماء من هذا الوسط إلى الأوراق ليعوض الماء المفقود. هذا عملية نقل الماء من الأسفل إلى الأعلى. الكوهيجين التماسك، adhesion الالتصاق، اكو فرق بيناتهم. الكوهيجين is the force which attract like molecules such as water with both plus and minus charges. يعني الكوهيجين التماسك هي قوة تجذب جزيئات الماء وجزيئات الماء مثل جزيئات الماء with both plus and minus charges، شحنات السالبة والموجبة أو كلا الشحنتين السالبة والموجبة. أصل قوة تجاذب الشحنة السالبة مع الموجبة. The charges attract each other. هاي الشحنات راح تجذب الجزيئات مع بعض أو الشحنات مع بعض. Maintain cohesion وتحفظ التماسك. وهذا الشكل يعبر عن هاي الشحنات. هذا الماء، هاي الشحنات موجبة وسالبة. تتماسك شحنة موجبة بالنسبة لل H وشحنة سالبة بالنسبة للأكسجين، راح تتماسك وتكون روابط هيدروجين بانز، يعني روابط هيدروجينية، هذا الأدهيجين الالتصاق. لا، الالتصاق is the force which attract unlike molecules، يعني قوة تجذب جزيئات غير متشابهة such as water كالماء and the walls of vessels كالماء مع أو جدران الأوعية أوعية الخشب مثلا الزايلم vessels in which it is contained اللي تحتويه تحتوي جزيئات الماء مثل الزايلم vessels اللي يحتوي جزيئات الماء water راح يلتصق على جوانبه. لذلك نشوف خاصية الشعرية كابيلارتي هو عملية التصاق جزيئات الماء بالزالم وتحدث بالتالي ارتفاع الماء من الأسفل إلى الأعلى. All of these forces كل هاي القوى الكوهيجين التماسك روت برشار ضغط الجذر and capillarity والخاصية الشعرية are effective in the transport of water هي فعالة في نقل الماء، هذه مهمة العبارة، فعالة في نقل الماء. كوهيجين التماسك، روت برشر الضغط اللي أخذناه، وأنت كابيلوريتي خاصية الشعرية are effective in the transport of water، فعالة في نقل الماء. هنا هذا الشكل يوضح الفرق بين التماسك كوهيجين والأدهيجين، التماسك بين الجزيئات نفسها، المتشابه وبين الشحنتين السالبة والموجب يكون تماسك ويكون روابط هيدروجينية بالنسبة لجزيئات الماء. والأدهيجين لا، جزيئات الماء تلتصق مع جدار الأنبوب اللي يحتويها وهالصفتين اثنين هن هي تولد تدعم الخاصية الشعرية في الأنبوب وبالتالي تساعد على ارتفاع الماء أو نقل الماء transport water from root to the leaf.
نجي النقل، خلصنا من نقل الزائدة الخشب اللي ينقل الماء والمعادن من الجذور إلى الأوراق. راح نبدأ بالعكس، توزيع المركبات العضوية من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات، واللي يتم من خلال فلام بيزلز، نسيج اللحم. إذن الموضوع Transport of Organic Molecules، نقل المواد العضوية أو الجزيئات العضوية. Organic Molecules are transported by the phloem vessels. مهم، المركبات العضوية تنقل بواسطة النسيج اللحى أو وعاء اللحى. أما الووتر and minerals are transported by the xylem vessels، نسيج الخشب. The movement of molecules in the phloem cells is bidirectional. مهم جدا، حركة هاي الجزيئات العضوية في خلايا اللحاء is bidirectional، ثنائي الاتجاه. That is, they can move in two directions. وهذا معناه ممكن أو بالاستطاعة يمكن حركتها in two directions، باتجاه either upward، إما للأعلى، or downward أو للأسفل، or downward. لذلك توزيع مركبات العضوية إما للأعلى وإما للأسفل حسب نوعية هذه المادة. صراحة نحفظ. In contrast, water movement in xylem vessels، water ينقل. بالمقابل الواتر، الماء movement يتحرك in xylem vessels في أوعية الخشب، is upward and unidirectional أو unidirectional. يعني بالمقابل الماء يتحرك في أوعية الخشب للأعلى فقط، وهو أحادي الاتجاه. أحادي الاتجاه، هذا فرق بين نقل الماء والأملاح زيلم فيزوس خلال زيلم فيزوس، ونقل المركبات العضوية أو المواد العضوية أو من خلال نسيج اللحاء. هناك اتجاه واحد، نقل الماء والأملاح للأعلى فقط upward، وهنا الاتجاهين upward or downward، أعلى أو أسفل. The products of photosynthesis، منتجات عملية البناء الضوئي، such as glucose، مثل الجلوكوز، and vitamins، والفيتامينات، move downward، تتحرك إلى الأسفل. Conversely، وبالعكس، nitrogenous compounds، المركبات النيتروجينية، are transported upward، إلى الأعلى. كلها مركبات عضوية، لكن المركبات العضوية السكر البسيط مثل الجلوكوز والفيتامينات move downward، يتحرك إلى الأسفل. وبالعكس المركب العضوي اللي هو nitrogenous compounds، مركبات نيتروجينية، are transported upward. لذلك النقل من خلال اللحاء راح يتم بالبايدايركشن، باتجاه. Materials are transported through the phloem vessels to a concentration gradient which results as follows. يعني المواد التي تنقل خلال نسيج أنسجة اللحاء نظرا لدرجة تركيزها، which results كنتيجة للتالي، كنتيجة العملية التالية، نظرا لدرجة تركيزها راح تنقل من خلال اللحاء. Excess glucose molecules synthesized by photosynthesis are converted to starch. كميات من جزيئات السكر المصنعة بواسطة التركيب الضوئي are converted to starch، يعني راح تحول إلى نشا. They are then hydrolyzed back to glucose units and enter the cells of the phloem. وهي راح تتحول أو تحلل، ترجع إلى وحدات سكرية مرة أخرى عند دخولها إلى
خلايا اللحى وهكذا. Thus, the density of the flow cells كثافة خلايا اللحى increases تزداد and water molecules are absorbed from companion cells و يزداد امتصاص الماء جزيئات الماء from companion cells من الخلايا المحيطة أو المحيطة بمن بخلايا المصاحبة خلايا المصاحبة لخلايا اللحاء لأن يعني راح يصير فرق ضغط وفرق كثافة فراح يمتص الماء من خلال الخلايا المصاحبة للحاء هاي خلايا اللحاء وهاي الخلايا المصاحبة للحاء فرق التركيز وفرق الكثافة راح يحدد نوعية النقل هنا أنا الشجرز هنا أنا باللون الأحمر جزيئات الشجرز والووتر باللون الأزرق باللون الأزرق وتشوف النقل يتم من خلال فرق التركيز. As a result, كنتيجة ذلك the internal pressure الضغط الداخلي of the phloem cells increases. كنتيجة لذلك راح الضغط الداخلي لخلايا اللحاء راح يزداد راح يرتفع ليش؟ لأن تنسحب من عنده جزيئات الماء فيزداد الضغط الداخلي لهاي الخلايا. Organic molecules move from area of high pressure والجزيئات العضوية راح تتحرك من المناطق ذات الضغط العالي to area of low pressure إلى المناطق ذات الضغط المنخفض as explained by the pressure flow theory وهي توضيح كما توضح بواسطة نظرية تدفق الضغط تدفق الضغط من الضغط العالي إلى الضغط الواطي. Glucosions move downward والوحدات السكرية أو وحدات السكر أو السكريات تتحرك للأسفل to the roots إلى الجذور and are converted into starch وتتحول إلى نشا in the glycoblasts في بلاستات عديمة اللون of root cells في خلايا الجذر راح تخزن they are subsequently hydrolyzed if required by the root cells يعني وراح يتم تحليلها لاحقا راح يتم تحليلها لاحقا إذا تطلب ذلك من خلايا الجذر يعني عندما يتطلب خلايا الجذر تتطلب الستارتش الستارتش كغذاء لخلايا الجذر وهذا راح ينتهي اليوم درسنا لهذا اليوم وراح نبدي بالدرس الجاي بالترانسبورتيشن ان انيمالز النقل في الحيوانات النقل في الحيوانات وراح ناخذ تحضير الى راح ناخذ انواع التجاويف و ناخذ الى النقل transportation and vertebrates النقل في الفقريات في الفقريات لا هنا راح ينتهي هذا الدرس اليوم إن شاء الله قدمنا الامتحان الحضوري بالجدول لظروف معينة تقدم الامتحان وراح يتم بالامتحان فقط اللي أخذنا وإن شاء الله ينزلكم ملخص باللي أخذناه ومن الله التوفيق في أمان الله.